وللوقوف أكثر على عمليات التهويد التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في القدس والخليل وأثر ذلك على المقدسات، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي. أهلا بك معنا دكتور محمود. حياكم الله أخي الكريم. أهلا بك دكتور محمود. يعني بحسب مدير أوقاف مدينة الخليل فإن المسجد الإبراهيمي يتعرض لما وصفها بالهجمة الكبيرة التي تستهدف تهويده، هل إقامة مصعد كما تدعي السلطات الصهيونية يمكن أن يؤثر بالفعل على المسجد برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أخي الكريم أن إجراءات الاحتلال الصهيوني التي نفذها في السنوات الأخيرة في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أكثر من أن توصف أو أن يتم اختزالها في موضوع المصعد الأخير الذي ينوي الاحتلال إقامته، بل إن المسجد الإبراهيمي الآن أو الحرم الإبراهيمي كما يسميه أهلنا في الداخل، وهو فقها ليس حرما لكن هكذا اعتاد أهلنا أن يسموه الحرم الإبراهيمي، الآن فعلا هو مقسم زمانيا ومقسم مكانيا. هنالك أماكن في داخل المسجد الإبراهيمي يمنع على المسلمين دخولها أصلا، وهنالك أوقات أيضا يتم فيها إغلاق المسجد في وجه المصلين المسلمين. وإذا علمنا أن التقويم العبري فيه قرابة 140 يوم أعياد يهودية، فكأن المسجد الإبراهيمي تم قسمته زمانيا تقريبا بالنصف بين المسلمين وبين اليهود، وهذا أمر خطير جدا حقيقة. وأنا يعني شاكر لقناتكم إثارة هذا الموضوع الذي غفل عنه كثير من المسلمين ومن القنوات الفضائية، ولعل الحدث الأخير وهو عملية إقامة هذا المصعد تثير أو تعيد إثارة هذا الموضوع إلى أن يتم مناقشته من جديد، وهو موضوع هام جدا أكرمكم الله. نعم، يعني أيضا كما استمعنا في هذا التقرير المسجد الإبراهيمي مدرج على قائمة التراث العالمي، ما الذي يعنيه يعني محاولة السلطات الصهيونية تغيير معالمه؟ حقيقة أخي الأمر المؤلم في هذه القضية أن المسلمين صاروا يعني يحرصون على إدراج مقدساتهم عند اليونسكو، حتى اليونسكو تحمي لنا مقدساتنا، وما ذلك إلا بعد سير عدد ليس قليل من الأنظمة العربية في مشروع العار ومشروع الخيانة العظمى وهو التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني. تطبيع هذه الأنظمة حدا بالأوقاف الإسلامية في فلسطين أنه لم يبقى لها ظهر تستند إليه في الدفاع عن المقدسات المسلمين، فلجأت إلى مثل هذه الخطوة لاعتبار المسجد الإبراهيمي تراثا إنسانيا ولاعتباره يعني آثار ينبغي الحفاظ عليها، والصهاينة يخططون لتغييرها والإجراء تغييرات كثيرة عليها. فهذا الأمر والله رغم أنه قد يكون فيه فائدة للمسلمين لكنه مؤلم أكثر أنه لم يبقى وسيلة للمسلمين أن يدافعوا عن مقدساتهم إلا إدراجها كآثار وكيعني ممتلكات إنسانية للحفاظ عليها من خلال اليونسكو. نعم، يعني بعد تصرفات الاحتلال الصهيوني بالمسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى بشكل عام، ما قيمة هذا التصنيف على أو ما قيمة هذا الإدراج على قائمة التراث العالمي؟ هو يعني عمليا على الأرض لا قيمة له. عمليا على الأرض لا قيمة له. أخي أنا بحب أذكر المشاهدين أنه من عام 1929 منذ ثورة البراق عام 1929 قبل النكبة وقبل إعلان دولة الاحتلال في ثورة البراق، اليونسكو أثبتت أن مثلا حائط البراق ملك خالص للمسلمين وهو جزء لا يتجزأ من الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، ورغم ذلك العالم كله يسموه بجدار المبكى، وتم هدم حارة المغاربة وجزء من حارة الشرف الفلسطينية وإقامة ساحة تتلى فيها صلواتهم التوراتية المحرفة، رغم أن حارة المغاربة تعتبر أيضا إرثا إنسانيا. 135 بيت أثري بجوار المسجد الأقصى تم هدمها في عام 67 تحت أنظار اليونسكو وتحت علم العالم. نعم. المسجد الأقصى الآن أيضا أخي الكريم إذا كان ضمن الحوار أن نناقش أن المسجد الأقصى الآن يعني يتم تطبيق نفس السيناريو
الذي تم تطبيقه على المسجد الإبراهيمي يتم تنفيذه على المسجد الأقصى المبارك للوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني. طيب. إن كان المشاهد يعرف ذلك، وإلا ممكن نوضح ذلك بالتفصيل. نعم بإذن الله. بالنسبة للاقتحامات المتكررة، إذا أردنا سؤالك عنها، إلى أي مدى تساهم هذه الاقتحامات المتكررة للعصابات الصهيونية يعني المساهمة بتهويد هذه المنطقة؟ حقيقة أخي، يعني قبل عام 2020، قبل سنة ونصف فقط من الآن، كنا نتكلم عن المخاطر، مخاطر التهويد على المدينة المقدسة، على القدس الشريف. الآن نتحدث عن مخاطر التهويد على المسجد الأقصى المبارك. فإذا كان المشاهد لا يعرف، دعني أنا أعيد على مسامع المشاهد أن المسجد الأقصى يتم اقتحامه كل يوم في الأسبوع، 5 أيام في الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت. وقبل عام 2020، قبل وباء الكورونا، كان عدد المقتحمين لا يتجاوز 50 في اليوم، أقل من 50، يعني بين 30 و50 مقتحم. بينما بعد الكورونا، يعني في 2021، في هذا العام، تزايد عدد المقتحمين وزاد عدد المقتحمين لأكثر من سبب، لفقدان الظهر والسند وتوجه بعض الدول العربية أو بعض الأنظمة العربية للتطبيع، وكذلك أيضا لأن الأوقاف الإسلامية في القدس هي تابعة للأردن أيضا مقصرة في نشر وتفعيل هذه القضية، حيث منعت الحراس ومنعت المرابطين من التصوير والنشر المباشر لما يحدث في داخل المسجد الأقصى المبارك. الآن أخي، متوسط المقتحمين الذين يدخلون المسجد الأقصى 5 أيام في الأسبوع يزيد على 150 مقتحم، ويتم تفريغ المسجد الأقصى على فترتين، فترة صباحية قبل الظهر. ما الذي يعنيه ذلك؟ نعم، ما الذي يعنيه ذلك دكتور محمود؟ هذا يعني أن الصهاينة يسعون لفرض سيادتهم على المسجد الأقصى المبارك، طبعا وهم يخططون لهدم المسجد الأقصى المبارك، ويخططون لإقامة هيكل مزعوم ليس له وجود في الدنيا إلا في أذهان الحاخامات. حتى التوراة المحرفة، النصوص التي تذكر هذا الهيكل، كلها متضاربة وليس فيها شيء يمكن الاعتماد عليه. طيب. بعد دكتور محمود، بعد التغيير الزماني الذي تحاول السلطات الصهيونية فرضه بسلطة الأمر الواقع الآن، برأيك هل تستطيع هذه السلطات فرض تغيير مكاني في القدس في ظل حالة الغياب التي تحدثت عنها، حالة الغياب شبه الكامل حقيقة للدول العربية عن القضية الفلسطينية؟ والحقيقة أخي، هم فشلوا في تطبيق أو التقسيم الزماني، لأن التقسيم الزماني في المفهوم الصهيوني يعني تفريغ المسجد الأقصى في كل الأعياد اليهودية، وهي تقريبا 140 أو 150 يوم في السنة، تقريبا نصف العام أعياد، لدينا أعياد دينية ذات صبغة دينية، وهذا يعني وأيام السبت يعني 52 يوم، نحكي عن أكثر من نصف السنة أعياد يهودية. هذا فشلوا به حتى الآن طبعا، ولكنهم أخذوا أو نجحوا باعتبار الاقتحام الصباحي بين 7 صباحا و11 صباحا، هذا أصبح تقريبا أمر واقع، وأصبح خبرا متكررا على أسماع المسلمين، حتى أن كثير من المسلمين لا يغضب ويعتبر هذا الشيء طبيعي. المهم أنهم دخلوا وخرجوا، وهذا الأمر غير طبيعي، بل أصبح الآن تلاوة بعضهم لبعض الصلوات التوراتية المحرفة أو تنفيذهم للسجود الملحمي وهو الانبطاح على ثرى الأقصى الشريف، وتلاوة بعض الصلوات التوراتية المحرفة في المنطقة الشرقية تحديدا، التي لعل الصهاينة يخططون، يعني كما اعتدنا عليهم أن يحققوا أهدافهم رويدا رويدا، يمكن ينفذوا مدرسة توراتية الآن مثلا في الهواء الطلق، ثم يقول لك والله إحنا سنجلب معنا الكراسي، ثم ننشئ مظلات لحماية من الأمطار والشمس، ثم تصبح مبنى قائم ومكان رسمي لهم في المنطقة الشرقية التي هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك. ودعني هنا أنا أوضح للمشاهدين أن المسجد سريعا نعم في نصف في ثواني، أن المسجد الأقصى هو ليس المسجد المسقوف فقط، بل هو كل ما دار حوله السور بكل المناطق المكشوفة والمسقوفة. ومن الأخطاء الإعلامية أن نقول الباحات والساحات، بل كلها مسجد أقصى مبارك. شكرا جزيلا لك إذن المتخصص في شؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي، كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.